على التسقيف و... ودائما الجماعه كلهم يعرفون جهودك، اقول لهم على جهودك على اخلاقك، صح، على الاخلاق وعلى التعامل والاحترام. الرجل جدا جدا انا رجل و... عندي بي عندي بي راي وعيب قدامهم نحكي يعني، بس وراك الله يشهد يعني انت رجل منجز واحصائي وفاهم في عملك، واستبشرنا خير. انا قلت لهم الجماعه قلت لهم اذا صار استاذ عبد القادر نحن المحافظه راح نجهز بها يكون بها قفزات.